أيها الحظر الكريم، أطلق الستار وبدأت الأمال بانطلاقة شوطنا الحادي عشر. تواصل الأسماء والشعارات المشاركة والمتواجدة بعمر هذا الشوط وبعمر هذه الانطلاقة المميزة. هنالك الصدارة، تواجد عزامة على المركز الأول، تعود الملكية لصالح بن حمد الجمرة المري، وعملية التضمير لدى حمد بن محمد بن سالم بن جهويل المري. ثاني المراكز تواجد وتقدم رعادة لفيصل بن طالب بن شريم المري، والنقلة للمركز الثالث. أشاهد مراسيل مبارك بن سعيد اللجبع الخيارين، ورابعا تواجد من قبل شانيل حمد بن راشد بن راية المري. ومن الجانب الأيمن هنالك الانطلاقة من قبل شعار بن بعيران على ما أعتقد بالفعل مياسة لعامر بن عبيد بن بعيران المري مع المركز الخامس. هذه إذن خمسة الأسماء المتقدمة والمتواجدة والمتنافسة بهذا الشوط بأول نداء، ولكن نعود ونتحول لكي نرى الأمور التي تغيرت مع الصدارة ومع المقدمة. رعادة بدأت ترعد بهذه اللحظات وتنطلق مع أول المراكز، تعود الملكية لفيصل بن طالب بن شريب المري مضمر القرن، يقدم لنا هذا المسمى وهذه الانطلاقة الجميلة مع الصدارة ومع أول كيلو ينقضي بقيادة هذا الشوط. المركز الثاني تواجد الشانية من حلقت في هذه اللحظات وانطلقت إلى المركز الثاني، حمد بن راشد بن راية المري وأهل ميدان الجزيرة مشاركين بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة ورافعين راية المنافسة بانطلاقة شانية على المركز الثاني. ثالث المراكز هنالك التواجد من قبل وديان حمد بن جار الله البريد المري، يقدم لنا وديان من انهملت في هذه اللحظات وانطلقت الى المركز الثالث. المركز الرابع مراسيل، تبعث مراسيل الناموس وتنطلق مع رابع المراكز مبارك بن سعيد اللجبع الخيارين. خامس المراكز مياسة عامر بن عبيد بن بعيران المري، يقدم لنا مياسة مع المركز الخامس. وهنالك ايضا اسماء قادمة واصلة لا محالة بهذه الانطلاقة وبهذا التواصل الجميل وبتواصل الأسماء الكبيرة والمشاركة والمنطلقة، وأيضا سجلت العديد من والعديد من النقاط في هذا الموسم مع هذه الانطلاقات المميزة. نعود إلى مجريات الشوط المنطلق وإلى أول المراكز. بدأت الأمور تتغير برفقة وديان من انطلقت مع الصدارة بنقل حي مباشر عبر غرات الريان لانطلاقة وديان على أول المراكز. ما افتتحت الكيلو متر الأخير حمد بن جار الله بن حسين البريد، يقدم وديان مع الصدارة، ولكن المركز الثاني مراسيل مبارك بن سعيد اللجبع الخيارين، وهنالك أيضا قدوم معزل سعيد بن جابر بن حذير المري قادم شعاره مع المركز الثالث. رابع المراكز نوف سعد بن سعود الشافي مع المركز الرابع، ولكن من القادم صيحة عبد الله بن ناصر حباب الهاجي، وأيضا بدأ الصراع، بدأت القوة، بدأ النزاع على هنالك المركز الأول. وديار صامدة صمود الجبال السوداء تنطلق مع أول المراكز كي تذهب بناموس هذا الشوط وتسجيل النقطة لصالح شعار حمد بن جار الله بن حسين البريدي مع الصدارة، وشعار بن حباب قادم مع المركز الثاني. بعد صيحة من انطلقت على ثاني المراكز عبد الله بن ناصر حباب الهاجي، وصل برويشد وشعاره برفقة هدف سليمان برويشد الجنيب، ونادر قادم من ميدان ينبع لتسجيل أول المراكز على أرضية ميدان الشحنية. وديان وهدف، هدف وديان، منافسة ثنائية، ولكن وديان صامدة مع الصدارة، صامدة مع المقدمة ومنطلقة إلى خط النهاية. وسلام وتحية واحترام لأهالي أم صلال على انتزاع هذا الشوط وعلى أيضا حصول وديان على المركز الأول. نهني حمد بن جار الله بن حسين البريدي على حصول وديان على المركز الأول. ثاني المراكز
هدف لسليمان برويس الجاي المركز الثالث، كانوا صمغ البراقة لجار الله بن راشد البتر المرن المركز الرابع في مينا لحمد بن محمد أو حمد بن علي بن محمد غفران المرن المركز الخامس، كان الوصول من قبل مصيحة لعبد الله بن ناصر الحباب الهاجري الثاني، والتبريكات نزف ورا الجميع كما نهني مالك وديان على حصول وديان على المركز الأول. وأيضا نعود بحضراتكم الملخص شوطنا الذي انقضى قبل قليل، وأيضا نشاهد الانطلاقة المميزة وقيادة وديان لمجريات هذا الشوط بهذه اللحظات وبهذه النقلة، وأيضا الانطلاقة المميزة نشاهد الانطلاقة الجميلة من قبل وديان ومنافسة هدف مع المركز الثاني، كان حوار ثنائي الانتزاع أول المراكز، وكانت وديان هي البطلة والمتوجة بهذا الشوط. نشاهد لحظة قدومها وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس، توقيتها الزمني 4 دقائق بلا شك، 32 ثانية، 48 جزء من الثانية الثانية. التبريكات لحمد بن جر الله بن حسين البريدي على حصول وديان على المركز الأول، ثاني المراكز هدف، ولحظة قدومها إلى خط النهاية 4 دقائق 33 ثانية، 44 جزء من الثانية الثانية. التبريكات لسليمان برويش الجهني كما نهني عبد الإله بن دخيل الله بن رويشد على حصول هدف على المركز الثاني، ثالث المراكز كان الوصول من قبل براق، التوقيت الزمني 4 دقائق 33 ثانية 76 جزء من الثانية الثانية، والتبريكات لجار الله بن راشد بن بسل المري على حصول براق على المركز الثالث.